بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. لو سألتني هل يمكن أن يضغط الدين كله في كلمة واحدة؟ بل قبل هذا السؤال، هل يمكن أن تضغط التجارة كلها بكل مستوياتها وكل أنواعها بكلمة؟ أنا أقول ممكن، إنها الربح، فإن لم تربح فلست تاجرا. وقد تكون مئات الأنواع بل ملايين الأنواع، وقد تكون مئات المستويات بل ملايين المستويات. طيب، هذا الدين وحي السماء، منهج خالق الأكوان، طريق سعادتنا، طريق سلامتنا. خلقنا كي نعرف الله وهو يعرفنا بالله، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، إلى آخره. ما لم يستقم الإنسان على أمر الله لن يقطف من ثمار الدين شيئا. وكأن الدين كله ضغط بكلمة واحدة، إنها الاستقامة. فالذي لا يستقيم على أمر الله، ما علاقته بالدين؟ صار الدين تراث، فلكلور. هلا في تعابير معاصرة، خلفية إسلامية، أرضية إسلامية، توجهات إسلامية، اهتمامات إسلامية، أقواس إسلامية، بطاقة معايدة إسلامية. من دون استقامة، من دون التزام، من دون تطبيق، من دون أن تقف عند الأمر والنهي، من دون أن تأتمر بما أمر وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، يصبح الدين فلكلور.